اختتمت بقرية القصر القبلي بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية. وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس إن أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة طوال العام، وأن الشهر الماضي تم توقيع الكشف الطبي على 5000 حالة في جميع القرى التي استفادت من أعمال القوافل الطبية. قوافل حياة كريمة بتنفذ في الوادي الجديد شهريا بمعدل 16 قافلة أو 16 يوم قوافل في الوادي الجديد شهريا بمعدل 8 قوافل. القافلة بتستغرق يومين وبيتم الفحص على المرضى كلينيكيا وعمل إشاعات والتحاليل اللازمة، ولو في أي تدخلات جراحية احنا بنعملها في أقرب مستشفى، بالإضافة لصرف الأدوية مجاني. والشهر اللي فات حققنا الكشف على حوالي 5000.